اللي حتى هو راه داروا ليه شي عمليات تكربيله باش يولي صالح وما يخليش شي ثغرات او في الملعب. مرحبا بجميع متتبعي فريق امل اي تي دي ومتتبعي صفحه نور الدين بولهاكور ومتتبعي صفحه اتحاد الزموري خميسات. لليوم عندنا حدث اللي هو صعود فريق اتحاد فريق امل اي تي دي قسم اول عصبه. كما تشوف الصوره رئيس جماعه اي تي دي والبرلماني الاقليم السيد الحسيني اللي قام جهودات جباره باش ينجح لهم هذا المباراة على جميع المستويات. كما تشوفوا الآن فريق أمل اي تي دي استعد هدف اول طريقه جميله عن طريق ضربه خطا وفرحه. هدف تنظن يسجله عزيز الحسيني عن طريق ضربه خطا مباشره جانبيه وفرحه عارمه الجماهير. جرف في هذاك الاعتراف عزيز الحسيني في تنفيذ ضربة خطأ مباشرة يلاه قلب لها شي رأسية يلاه على الهدف خارجة. الهدف إلى جفت الوقت وقت مناسب يلاه زوينة فكرة زوينة ولكن Do you want to know
what it is. The metaphysics is all around us. Even now, in this very room, you can see it without your prayer. Or when you turn on the television, you can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. خويا عين عودة ما يمكنش نعرفوا نتائج ديال فرق اخرى الا بعد نهايه بعد الشوطين ممكن. يلا هدف واي الهدف الاول هدف الدقائق الاخيره من الجوله الاولى هدف كان جميل عن طريق اللاعب بن حسين محمد وفرحه عارمه هدف جاء في الدقيقه الاخيره من الجوله الاولى وفرحه جماهير اليدينيه الحسن محمد بن الحسن محمد مرحبا الله النتيجه تتغير ملعب عجين غشت بايتيادين الهدف الاول دقيقة 44 و 45 اللي سجلوا بن الحسن محمد مرقب الله ونهاية الجولة الأولى لتفوق أمل أيتادين بهدف لصفر الجولة الثانية من المباراة الجولة الأولى انتهت تفوق فريق أمل أيتادين بهدف لصفر في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأولى اصبر ها أجواء مشمسة رائعة اليوم تساعد فريق اليدين باش يحقق التعادل ضربة جزاء الآن تنفذها بودريس خويدها يستعد وهدف هدف ثاني الهدف الثاني فائدة فريق أمل أيتادين وفرحة الجماهير واللاعبين والطاقم
فؤاد.